أهلا مجددا في هذه التغطية التي خصصناها لمتابعة آخر مستجدات الحرب في لبنان والحرب على غزة، وهذه أبرز العناوين. الحرب على لبنان في يومها الثاني، إسرائيل تقتل وتصيب أكثر من 2000 شخص، وحزب الله يقصف مطاري مجيدو ورامات ديفيد شمالية إسرائيل. مع تصاعد القصف الإسرائيلي في لبنان، حركة نزوح واسعة واستنفار صحي وأعداد كبيرة من النازحين يدخلون إلى سوريا. مع تبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل، دعوات للتهدئة وردود فعل دولية وأممية واسعة، ووفد دبلوماسي وأمني فرنسي يصل إلى بيروت. تصعيد متواصل، مقتل 9 مدنيين بغارات إسرائيلية على غزة، والجيش الإسرائيلي ينسف عشرات المباني السكنية في القطاع. تسببت الغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان بمقتل 500 شخص وإصابة أكثر من 1600 آخرين في حصيلة غير نهائية أعلنت عنها وزارة الصحة اللبنانية. وذكرت الوزارة أن من بين القتلى والجرحى أطفالا ونساء ومسعفين ونازحين سوريين. وقالت وسائل إعلام إن عدد اللاجئين السوريين في لبنان الذين قتلوا من جراء القصف الإسرائيلي تجاوز 20 قتيلا بينهم أطفال ونساء، وينحدرون في معظمهم من ريف إدلب وريف دير الزور. اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن الجيش الإسرائيلي يهدم ما بناه حزب الله طوال 20 عاما. من جانبه قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي في تصريح من مقر قيادة العمليات إنه أطلق على العملية العسكرية في لبنان اسم سهام الشمال. هذا وشنت الطائرات الإسرائيلية صباح اليوم غارات استهدفت مناطق عدة في البقاع وجنوبي لبنان بحسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية، والتي أشارت إلى أن الغارات تركزت على بلدات بقضاء صور وصيدا. أعلن حزب الله قصف مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل برشقات صاروخية اليوم، وقال إن ذلك جاء دعما للشعب الفلسطيني ودفاعا عن لبنان وشعبه. كما أعلن الحزب في بيان قصف مطار مجيدو العسكري غرب مدينة العفولة 3 مرات متتالية بصواريخ فادي 1 و2، حيث يبعد المطار نحو 30 كيلومترا عن الحدود اللبنانية. وفي بيان آخر قال حزب الله أنه قصف قاعدة ومطار رامات ديفيد من صواريخ فادي 2 في ثاني استهداف خلال 24 ساعة للقاعدة والمطار اللذين يبعدان نحو 25 كيلومترا عن حدود لبنان. هذا ورد حزب الله على الحملة الجوية الإسرائيلية بموجات من الضربات الصاروخية استهدفت رقعة واسعة من الجولان إلى حيفا وصولا إلى مرج ابن عامر. كما نقلت صحيفة هآرتس عن الجيش الإسرائيلي بأنه رصد نحو 210 صواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية. وذكرت صحيفة يدعوت أحرانوت أن انفجارات دوت في مدينة حيفا مع رصد سقوط صواريخ على مستوطنات بالضفة الغربية. هذا وسمعت صفارات الإنذار أيضا في بلدات بمنطقة تل أبيب الكبرى وقرب مطار بن غوريون ومناطق عكا والكرمل والجليل الأوسط. آه
قرار آخر. كانت هذه الرسالة الأخيرة من إسرائيل قبل أن يحجب الدخان الرؤية في جنوب لبنان. كل الطرقات اليوم تشير إلى الحرب، ذاكرة اللبنانيين تستحضر الخوف في بلد تعلم أبناؤه أبجدية الحروب قبل كل شيء. قريبا سيشن جيش الدفاع الإسرائيلي ضربات مكثفة ودقيقة ضد أهداف تم زرعها على نطاق واسع في جميع أرجاء لبنان. موجات من الغارات الإسرائيلية المركزة انطلقت على مناطق تمركز حزب الله في الجنوب اللبناني حتى وصلت النيران إلى البقاع، فالتصعيد اليوم لم يعد مضبوطا لا ناريا ولا جغرافيا، منفلتا إلى معركة بلا آفاق، مخلفا مئات القتلى ومحولا مدارس لبنان إلى مراكز لإيواء النازحين من مناطق الجنوب. حزب الله الذي يواجه اليوم ما حاد عنه كثيرا، بمؤسسة عسكرية فقدت معظم قادتها، لا تملك القرار ولا حتى وسيلة إيصاله، لكن هذا لم يمنع الحزب من إطلاق بعض الصواريخ على شمالي إسرائيل لخلق شيء من التوازن المفقود لهذه المعركة. بالنسبة لأولئك الذين لم يفهموا بعد، أريد توضيح سياسة إسرائيل. نحن لا ننتظر التهديد، نحن نتوقعه في أي مكان، في أي ساحة، وفي أي وقت. الحرب قد تكون بدأت، وبدأ التاريخ معها يعيد نفسه، فإسرائيل قد لا تتوقف هنا، واحتلالها لجنوب لبنان بات واردا في ظل تصريحات قادة من الجيش الإسرائيلي أكدوا من خلالها استعداد تل أبيب لمناورات برية هناك. قد حضر كل شيء في هذا المشهد إلا غائب واحد يسأل عنه كثيرون، إنه في الولايات المتحدة يرسل رسائل للسلام والأمن وذراعه تقطع في لبنان. معنا من جنوب لبنان مباشرة مراسلنا من هناك أحمد القصير، ومعنا من القدس المحتلة مراسلتنا ريم العبري. أبدأ بطبيعة الحال مع أحمد. أحمد، كيف يبدو اليوم الثاني من هذا التصعيد الإسرائيلي على لبنان؟ أحمد؟ سنعود لأحمد بالتأكيد. أعود لريم. ريم، ما آخر ما ورد عن وزراء الحرب في حكومة نتنياهو وعنه كذلك بخصوص التصعيد في لبنان؟ نعم آلاء، بشكل عام اليوم الثاني من هذا التصعيد هو يعني أخف وطأة من اليوم الأول من الأمس، وذلك على صعيد الغارات التي شنها الاحتلال على بلدات الجنوب اللبناني، وأيضا على صعيد الصواريخ التي أطلقها حزب الله على بلدات الشمال، رغم أنها أيضا كانت في وتيرة متصاعدة لكنها أخف من الوتيرة التي كانت بالأمس. كان هناك استهدافات لعدة مناطق بصواريخ متتالية من قبل حزب الله للشمال، حيث وصلت إلى قرب حيفا، ويقول حزب الله أنه قصف قاعدة رماد ديفيد العسكرية ومهبط الطائرات العسكرية أيضا في حيفا، كما أنه قصف أيضا بصواريخ مباشرة منازل في مستوطنة كريات شموني وأيضا في بلدات أخرى. سقطت بعض الصواريخ على الطرقات وعلى الأراضي، وتم أيضا تدمير منازل، وجهاز الإطفاء الإسرائيلي قال أنه قام بإطفاء العديد من الحرائق نتيجة هذه الصواريخ، لكن مقارنة بالأمس هي أخف وطأة كما تحدثنا. صفارات الإنذار بين الفينة والأخرى تنطلق في هذه المناطق، حالة الطوارئ ما زالت في كافة أنحاء البلاد. أما على صعيد التصريحات السياسية، بنيامين نتنياهو خلال اجتماع مجلس الكابينت المصغر بالأمس قال سنتوقف عن هذه الهجمات وسنتوقف عن هذه العمليات العسكرية في حال قبل حزب الله بقرار التسوية. هناك مجال دبلوماسي، يقول نتنياهو في حال هذا المسار الدبلوماسي نجح في تحقيق مطالبنا سنتوقف عن هذه العمليات العسكرية. المطالب التي يريدها بنيامين نتنياهو في هذا الأمر هو تطبيق قرار الأمم المتحدة 1701، وهو أن يعود حزب الله بحدوده إلى ما خلف نهر الليطاني. يقول
نتنياهو في حال تطبيق هذا القرار، قرار 1701، نحن سنتوقف عن عملياتنا العسكرية، بالإضافة إلى أن يفصل حزب الله مع ما يجري من حرب على قطاع غزة، بمعنى أن لا يتدخل في هذه الحرب ولا يشكل جبهة إسناد لقطاع غزة. هذا على صعيد التصريحات السياسية ألا لما يحدث من تصعيد متوقع. حقيقة التوقعات كانت لدى إسرائيل اليوم بعد كل موجة الغارات العنيفة التي شنتها بالأمس والتي أدت إلى مقتل 500 ضحية تقريبا من أهالي وسكان الجنوب، توقعت أن يكون اليوم هو يوم يعني سيشهد غارات كثيفة ووتيرة متصاعدة جدا من الهجوم الصاروخي من قبل حزب الله. هذا ما كانت تتوقع بالأمس إسرائيل، أن اليوم الثلاثاء سيكون هذا اليوم هو في أوج وذروة هذه الهجمات، لكن نحن نتحدث تقريبا ندخل في منتصف هذا اليوم، ووتيرة الهجوم هي نفس ذات الوتيرة التي كانت قبل هذه العمليات، ولم يزد لم تزيد هذه الوتيرة بخصوص حتى هذه مثلا اللحظة. لكن إسرائيل تصريح رئيس بلدية صفد ريم لأن نصف سكان المدينة أو غالب سكان المدينة في الملاجئ، كيف يتفاعل الداخل الإسرائيلي نعم مع هذه الطوارئ؟ نعم ألاء، بالأمس قدرت الأعداد الإسرائيليين الذين متواجدين بالملاجئ إلى مليون إسرائيلي، مليون إسرائيلي تقريبا هم في الملاجئ، وباقي السكان طلب منهم أن يبقوا بالقرب من الملاجئ. نحن نتحدث عن منطقة الشمال ككل، طلب من جميع السكان بالأمس أن يبقوا في هذه الملاجئ. صفد من المدن التي تم استهدافها بشكل مكثف من قبل حزب الله بالصواريخ التي سقطت عليها بالأمس، لذلك طلب من جميع السكان في مدينة صفد البقاء في الملاجئ. ربما اليوم نصفهم في الملاجئ والنصف الآخر ليس في الملاجئ، لكن هي من المدن التي يستهدفها باستمرار حزب الله. لذلك من تعليمات الجبهة الداخلية الإسرائيلية للسكان الإسرائيليين بأن يبقوا دائما في الملاجئ، وهذا ما يخفف من وطأة الإصابات المدنية والبشرية من قبل هذه الصواريخ بسبب الالتزام في الملاجئ، وأن جميع هذه البلدات وتحديدا في الشمال هي جميعها مجهزة بأن تكون لديها ملاجئ خاصة في حالة الحروب وفي حالة الخطر يلجأ لها السكان. ريم، بخصوص تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يعلون يتحدث عن شبه معارضة للخطوة الإسرائيلية تجاه لبنان، ويبررها بأن نتنياهو هو من يريد استمرار الحرب، وبأن سموتريتش وبن كفير قاموا بالتضحية بالأسرى. هذه الأصوات داخل إسرائيل إلى أي درجة موجودة؟ إلى درجة ضئيلة جدا، هذه الحقيقة ألاء. يعني موشي يعلون وهيئة أهالي الأسرى هي الأصوات فقط التي تريد نتنياهو أن يكرس كل وقته من أجل إتمام صفقة لتبادل الأسرى مع قطاع غزة ومع حماس من أجل الإفراج عن الأسرى المحتجزين. ربما من الأصوات القليلة جدا موشي يعلون الذي يخالف هذه الحرب على لبنان، لكن دعيني أقول لك أن هناك إجماع إسرائيلي على المستوى السياسي والمستوى الشعبي ل عملية عسكرية واسعة على لبنان، وذلك لتحقيق الهدف الذي وضعته إسرائيل وهو إعادة سكان الشمال إلى منازلهم. يعني حتى المعارضة الإسرائيلية، ونذكر هنا رئيس المعارضة يائر لابيد، قال نحن مع الحكومة ومع المستوى السياسي والعسكري في كل ما يفعله في لبنان، وأنه يجب أن يكون هناك تصعيد أكبر على جنوب لبنان حتى تتحقق نظرية الردع لحزب الله ويتوقف عن إطلاق الصواريخ على البلدات الشمالية. لذلك الجمهور الإسرائيلي أيضا بأغلبيته يؤيد المجلس الكابينت ومجلس الحرب والحكومة الإسرائيلية في كل قراراتها التي اتخذتها من أجل العمليات العسكرية على جنوب لبنان لتحقيق أيضا نظرية الردع لحزب الله. هي فقط أصوات موجودة، هذه الأصوات هدفها ليس منع حرب على جنوب لبنان بقدر ما أنه هدفها أن يكون هناك صفقة وإنهاء هذا الملف من أجل عودة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة. وكذلك هناك مسيرات يومية لعشرات الألاف من الإسرائيليين في شوارع تل أبيب من أجل الضغط للذهاب لإتمام صفقة للإفراج عن الأسرى المحتجزين.
ابقي معنا ريم بالانتقال إلى أحمد. أحمد، ما آخر التحديثات عن أرقام الضحايا والجرحى جراء هذا الاستهداف الإسرائيلي أو التصعيد الإسرائيلي على لبنان؟ مساء الخير آلاء. طبعا عدد الضحايا والجرحى التي أصدرتها لجنة الكوارث وصلت حتى 500 ضحية، إضافة إلى ما يقارب 1500 جريح، إضافة إلى أنه منذ ساعات الصباح الباكر كان هناك ست استهدافات لحزب الله كان قد أعلنها، ومن ثم كان هناك استهدافات أخرى قال أعلن عن استهدافين آخرين هما لكريات شمونة عند الساعة 10 واستهداف لمقر للفرقة 146 عند الساعة 11. إضافة إلى ذلك لم تتوقف الغارات الإسرائيلية تجاه لبنان واتجاه بعض المناطق بشكل عام. طبعا كان البارحة كان هناك هدوء حذر ليلة البارحة حتى الساعة 6 فجرا، ومن ثم عاد الهدوء عند الساعة 6 صباحا حتى الساعة 8، وبعد ذلك بدأ الطيران الحربي يعبر أجواء المناطق الجنوبية مستهدفا عدة مناطق، إضافة إلى وجود عدد من الأهالي النازحين لا يزالون عالقين على الطرقات ووصول بعضهم إلى مناطق أخرى. الجيش الإسرائيلي قبل نصف ساعة من الآن يوجه نداء إلى سكان القرى اللبنانية بضرورة الابتعاد عن الأماكن التي تحتوي بنى تحتية لحزب الله على الفور. كيف يبدو تفاعل الشارع مع هذه البيانات من قبل جيش الاحتلال أحمد؟ طبعا حال الطرقات تعكس تفاعل الشارع مع هذه البيانات. البيان الأخير الذي أصدره الجيش الإسرائيلي هو بيان أخطر من البيانين، فكان يحدد المنطقة، أصدر بيان بخصوص الجنوب ومن ثم بيان بخصوص البقاع، أما الآن أصدر بيانا عاما على كل السكان الذين يسكنون منشآت لحزب الله عليهم الابتعاد. أي دليل أن حملة الغارات ستكون على عدة مناطق معا، كان من الاستهدافات عبر الطائرات الحربية منذ ساعة تقريبا، والآن بعد هذا البيان هناك حالة ترقب من السكان. لكن أحمد، هناك سؤال عند هذه النقطة، على الطرقات الجيش، جيش الاحتلال عندما يوجه هذه الدعوات للأهالي في القرى جنوب لبنان من أجل الابتعاد عن مباني تحتوي على بنية تحتية تابعة لحزب الله، وكيف سيعرف الناس أن هذا المبنى تابع لحزب الله وأن هذا المبنى به ذخيرة وأن هذه المباني بها بنى تحتية؟ هذا ما انعكس على الشارع اللبناني وما شاهدناه بحركة النزوح على الطرقات نتيجة الكم الكبير من عدد النازحين الذين خرجوا من البلدات، كون أغلب السكان في البلدات الجنوبية والبقاعية وغيرها لا يعلمون أين هي مراكز حزب الله. طبعا أغلب هذه المراكز تكون مخفية، يعني شاهدنا سابقا عدة إصدارات لحزب الله وفيديوهات، كان مثل إصدار عماد 4 ليس معروف المكان، مثلا مكان هذه المنشأة، إضافة إلى أنه البارحة هنا وفي هذه المنطقة تم استهداف شرقي الخيام بطائرة مسيرة عبر 3 صواريخ، بقي المكان المستهدف يتولد فيه انفجارات لمدة ما يقارب ربع ساعة. نعم، ثمة مشكلة بالاتصال مفهومة مع مراسلنا أحمد. بالانتقال إلى عمان أو إلى الحدود الأردنية مع الجولان السوري المحتل، معنا بديعة صوان. بديعة، ما آخر الجهود الدبلوماسية الأردنية في إطار ما سمته الخارجية الأردنية ضرورة وقف التصعيد في لبنان؟ آه
نعم ألا بالفعل اليوم الأردن يواصل جهوده الدبلوماسية التي تتحدث عن ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة، ربما كان آخرها اللقاء الذي جمع الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الإيراني والذي شدد فيه الملك على ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة. كان هنالك أيضا لحديث للصفة تحدث قال بأن إسرائيل تعمل على جر المنطقة نحو حرب إقليمية، وقال بأن بالتزامن مع الاجتماع الذي تعقده الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي يقوم بقصف لبنان، وذلك يعتبر تحدي للأمم المتحدة ولقراراتها. يشدد الأردن من جديد على ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة ابتداء، وذلك حتى لا يتسبب في جر المنطقة إلى حرب إقليمية ربما شرارتها بدأت في لبنان، وعلى ما يبدو أيضا بأنها اليوم تمتد إلى الجولان المحتل. فيما يتعلق بآخر التصريحات الرسمية لوزارة الخارجية حول الأردنيين المتواجدين الخارجية، تحدثت عن خطة أسمتها بالخطة النقطة صفر في لبنان، وهي تتحدث عن أن في حال يعني توتر الأوضاع أكثر من ذلك ولم يتمكن الأردنيين من مغادرة لبنان، سيكون هنالك بالتعاون بين القوات المسلحة الأردنية العمل على أن يكون نقلهم بشكل بري من لبنان إلى سوريا وصولا إلى الأردن. ولكنه قال لا ينبغي على الأردنيين المتواجدين في لبنان الانتظار حتى تتوتر الأوضاع أكثر من ذلك، وينبغي عليهم مغادرة لبنان بأسرع وقت ممكن. في هذا السياق حركة الطيران ما زالت متوقفة، لا يوجد أي تحديثات. كان آخر تصريحات الليلة الماضية تحدثت فيها الملكية الأردنية بأنها أوقفت الطيران إلى لبنان. على الصعيد الميداني نحن الآن متواجدين في المنطقة الحدودية مع الجولان المحتل. في خلال ساعات النهار يبدو أكثر هدوءا، ولكن هذا الهدوء حذر، إذ دائما ما تشهد خلال الليل يعني خلال ساعات الليل إطلاق طائرات مسيرة من قبل ميليشيات عراقية تتبع إلى إيران تضرب في الجولان المحتل، وهي تعتبر اليوم بأنها الخاسرة الضعيفة للجانب الاحتلال الإسرائيلي، مما دفعه إلى تشكيل وحدة عسكرية خاصة في منطقة الجولان لمواجهة كل هذه التحديات. كذلك الأمر اليوم يبرز حديث من قبل محللين عسكريين بأنه من الممكن أن يكون هنالك عملية عسكرية برية تقوم بها إسرائيل للدخول إلى لبنان. نحن اليوم نتحدث بأنه من الممكن أن يكون هنالك جبهة، بطبيعة الحال يعني هذه الجبهة قد تكون أيضا يتضرر منها الجانب السوري الذي يمارس دور الصمت المطلق منذ 7 أكتوبر. وكذلك الأمر بالنسبة للأردن الذي تجمعها حدود طويلة مع الجانب السوري، إحدى هذه الحدود مع الجولان المحتل الذي غالبا ما يسمع سكان المناطق الحدودية. هنا نتحدث عن المنطقة التي خلفي تماما، غالبا ما يسمع المواطنين أصوات الطائرات المسيرة التي تصل إلى الجولان. نعم بديع الصوان، شكرا جزيلا لك من الحدود الأردنية السورية. أشكر كذلك من القدس المحتلة ريم العمري، وأشكر مراسلنا من جنوب لبنان أحمد القصير. هذا وشهدت مناطق جنوب لبنان حركة نزوح كثيفة للسكان باتجاه وسط وشمالي البلاد، ما تسبب بأزمة مرور خانقة في معظم الشوارع الرئيسية.
هذا وشهدت الحدود السورية اللبنانية حركة نزوح كبيرة من لبنان إلى سوريا بالتزامن مع تصاعد القصف الإسرائيلي على مواقع مختلفة في الجانب اللبناني. وذكرت إذاعة شام اف ام المقربة من النظام أن المنطقة الحدودية تشهد تدفقا لعدد كبير من العائلات اللبنانية الهاربة من القصف الإسرائيلي. وأشارت الإذاعة إلى أن النازحين يعبرون الحدود إلى الداخل السوري وتحديدا إلى منطقة القصير بريف محافظة حمص. معنا من بيروت مراسلتنا مايا هاشم. مايا، في الأمس أعلن جيش الاحتلال أنه استهدف بيروت من أجل استهداف شخصية من الصف الأول من حزب الله. اليوم كيف يبدو الوضع في بيروت؟ هل ثمت أي استهدافات من قبل إسرائيل؟ حتى الآن في الضاحية الجنوبية لبيروت لا استهدافات، وحتى يوم أمس سرعان ما أعلن حزب الله عن فشل عملية استهداف القائد رقم 3 في حزب الله وهو علي كركي خليفة إبراهيم عقيل الذي اغتالته إسرائيل منذ أيام. ولكن إذا ما أردنا عن الحركة في بيروت، الحركة في العاصمة اللبنانية بيروت تبدو ضئيلة جدا وتبدو خفيفة، هناك حالة من التخوف والترهق قبل ما ستؤول إليه الأمور في الأيام المقبلة. وإذا ما أردنا التحدث عن نزوح من مناطق جنوبية أي من سور، مدينة سور باتجاه أوتوستراد صيدا بيروت، حركة السير كثيفة جدا، هناك حالات وفاة لدى كبار السن داخل السيارات الذين انتظروا ما يقارب 14 ساعة على الطرقات، إذ أن العديد من العائلات القاتلة في الجنوب اللبناني بدأت تنتقل من الجنوب باتجاه بيروت عند الساعة 4 البعض حتى الآن من يوم أمس لم يصلوا إلى بيروت ولم يصلوا أي مركز للإيواء كي ينزحوا فيه، سواء بيوت خاصة أو مدارس تم الإعلان عنها مركزا لإيواء النازحين. أيضا حركة النزوح شهدت عبر كان هناك العديد من العائلات اللبنانية التي نزحت باتجاه سوريا والتي عبر مصنع، عبر نقطة المصنع، وهذا المشهد لا يذكرنا بحرب تموز عام 2006 إذ أن العديد من العائلات اللبنانية نزحت إلى سوريا. وأيضا هناك حتى في العديد من المناطق اللبنانية كثافة سكانية، وفي هناك أيضا أزمة السير خانقة في العديد من المناطق اللبنانية. ولكن إذا ما أردنا الحديث أيضا عن الوفود الدبلوماسية التي تأتي إلى لبنان لمنع التفاقم، تفاقم الأمور، ولوضع حد لكل ما يقوم به جيش الاحتلال في لبنان، ومن جهة ثانية للضغط على لبنان وعلى حزب الله لوقف التصعيد. كان اليوم التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفدا فرنسيا برئاسة جون إيف لودريان الموفد الفرنسي الذي زار عين التين، والذي حمل الرسالة فرنسية مفادها أن إسرائيل لا تريد الحرب ولا تريد التصعيد، ولكن على حزب الله الاحتكام للدبلوماسية. وهناك أيضا معلومات تتحدث عن أن وفدا قطريا تركيا سيزور لبنان أيضا من أجل وقف التصعيد على الساحة اللبنانية. هناك ضغوط أو جهود دبلوماسية رامية إلى طبعا الآن خبر يرد عن القناة 12 الإسرائيلية مايا، في خبر عاجل إصابة شخص بجروح متوسطة في محيط حيفا نتيجة القصف الأخير من لبنان. إذن يبدو هذه أول إصابة جراء قصف حزب الله لمناطق محاذية لحيفا حسب القناة 12 الإسرائيلية.
إصابة شخص بجروح متوسطة في محيط حيفا نتيجة القصف الأخير من لبنان، وهو بطبيعة الحال ضمن الرد الذي يقوم به حزب الله جراء التصعيد الإسرائيلي على لبنان. مايا، بخصوص الجهود الدبلوماسية ووصول الوفد الفرنسي ووصول وفد قطري كما أشرتي، هل من أخبار رشحت عن هذه التحركات؟ يعني جميع هذه التحركات ألا إذا ما أردنا التحدث عن هدفها تطبيق الضغط على حزب الله بتطبيق 17-01 ومنع التصعيد، حتى يعني كما ذكرت أن المبعوث الأمريكي الفرنسي جان إيف لودريان الذي أوصل إلى لبنان رسالة بأن إسرائيل لا تريد التصعيد ولكن على حزب الله الاحتكام للدبلوماسية. وهذا يعني إذا ما أردنا الحديث عن القرار 17-01 وهو قرار أممي، يعني كان على لبنان وإسرائيل الالتزام به وهو يقضي يعني بمنع قصف إسرائيل للبنان وأيضا بتراجع عناصر حزب الله إلى شمال الليطاني، ولكن هذا ما يرفضه تماما حتى الساعة حزب الله. ولكن إذا ما تطورت الأمور ربما يرى مراقبون أن حزب الله ليس له خيار إلا التراجع إلى شمال الليطاني، ولكن الجهود الدبلوماسية لا تزال قائمة. أيضا اليوم يسافر ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى نيويورك للقاء قادة أوروبيين وأمريكيين من أجل الضغط إلى وقف التصعيد، ولكن حتى الآن التصعيد لا يزال سيد الموقف، على الرغم من أن يوم أمس كان التصعيد أكثر وأكبر من اليوم، ولكن على ما يبدو أن الأمور ستذهب إلى تصعيد تدريجي إذا ما تم وضع أو التوصل إلى اتفاق ينهي هذه الأيام الصعبة التي يعيشها اللبنانيون من قصف مستمر من قبل جيش الاحتلال على أكثر من منطقة لبنانية. من بيروت مراسلتنا مايا هاشم، شكرا جزيلا. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان بارو أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع لبحث الوضع المتدهور في لبنان. وقال الوزير الفرنسي في الأمم المتحدة بنيويورك إن فرنسا تدعو الأطراف وداعميهم إلى وقف التصعيد وتجنب اندلاع حريق إقليمي سيكون مدمرا للجميع. دعا بارو إلى وقف الضربات المتبادلة التي يتم تنفيذها على جانبي الخط الأزرق الفاصل بين إسرائيل ولبنان، مشددا أن بلاده ستبقى في حالة تأهب كامل لحل الأزمات الكبرى التي تمزق النظام الدولي. دان وزراء الخارجية العرب ما وصفوه بالعدوان الإسرائيلي المتصاعد على لبنان، والذي أسفر عن مقتل ما يزيد على 500 شخص ونحو 1645 جريحا. وعبر الوزراء خلال الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية عن تضامنهم ودعمهم للبنان حكومة وشعبا، وحاملين إسرائيل مسؤولية التصعيد الأخير ومحذرين من تداعيات شن عدوان واسع على لبنان في ضوء التطورات الأخيرة بما قد يدفع إلى اشتعال حرب إقليمية شاملة ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. هذا وعبرت مجموعة من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية عن استنكارها للضربات الإسرائيلية على مناطق عدة في لبنان، كما استنكرت أخرى ذلك وحذرت من مخاطر اندلاع حرب شاملة. ودانت قطر بأشد العبارات الضربات، محذرة من اتساع دائرة العنف في المنطقة وانزلاقها إلى حرب إقليمية شاملة في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة. بدورها أكدت السعودية أنها تتابع بقلق بالغ التطورات في لبنان، وحذرت من خطورة اتساع رقعة العنف، كما حضت على ضرورة نأي المنطقة وشعوبها عن الحروب. من جانبها عبرت الإمارات عن قلقها البالغ للضربات ودعت إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف القتال حتى ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي. هذا وقال البيت الأبيض إن خطر التصعيد حقيقي في لبنان، مضيفا أن مصلحة الجميع هي حل الصراع على طول الخط الأزرق بشكل دبلوماسي، مؤكدا الالتزام
بأمن إسرائيل. أما مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فقال إن التصعيد بين إسرائيل وحزب الله هو تقريبا حرب شاملة، وأضاف أن أوروبا تبذل جهودا للتقليل من التوتر. تركيا بدورها نددت بالهجمات معتبرة أنها تمثل مرحلة في محاولات تل أبيب لجر المنطقة إلى الفوضى، وقالت إن الدول التي تدعم إسرائيل تساعد في سفك الدماء. بدورها قالت الصين إنها تدعم لبنان بقوة في حماية أمنه وسيادته، ونددت بشدة بالانتهاكات بعد الغارات الجوية الإسرائيلية الواسعة النطاق على لبنان. معنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي جورج عقوري. أهلا بك سيد جورج، كيف تبدو لك تصريحات الرئيس الإيراني المتراجعة حيال هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي على لبنان وعلى حليفه حزب الله؟ تحية لك والمشاهدين. في الحقيقة تصريحه اليوم أولا أسقط نظرية حزب الله الذي يعتبر أنه يمتلك من القوة ما يستطيع مواجهة إسرائيل، وأسقط حتى طرح نصر الله في إطلالاته منذ أسابيع حين اعتبر أن لا حاجة لدخول إيران في الميدان ولا حاجة لنظام الأسد لأن لديه وضعيته وهو كفيل بأن يقارع إسرائيل ويواجه إسرائيل. الأهم هذا التصريح هو بمثابة إقرار بأن محور ممانعة ليس سوى مارد من ورق، لأن الرئيس الإيراني يدفع بتصريحه إلى ضرورة التنسيق بين كافة الدول الإسلامية وبين المنظمات الدولية. ما يعني أن ما كان يحكى عن محور ممانعة وأن محور ممانعة باستطاعته أن يحقق العجائب في تصديه لإسرائيل تبين أنه لا جدوى منه. أضف إلى كل ذلك ظهر أن شعار وحدة الساحات الذي طرح شعار كما يقال باللبناني فوفيش وبلا طعمة، لأنه لو كان وحدة الساحات مجديا، لو كان محور المانعة بالفعل محور يمتلك من القوة والقرار والإرادة والقدرة ما يكفي، لما احتاج الرئيس الإيراني أن يعطي مخرجا برأيي أو أن يفتي بتخريجه. لكن سيد جورج ثمة تراجع أو كما نقول بالعامية وبالفصحى ترقيع حول هذه التصريحات من قبل الرئيس الإيراني، ورد على لسان وزير الخارجية الإيراني عباس بخصوص تصريحات بيزشكيان واعتبر أنها لم تترجم بشكل صحيح. هل تعتقد بأن بيزشكيان يغرد بعيدا عن السرب، بعيدا عن الكتلة الصلبة داخل الدولة العميقة في إيران؟ أنا أعتقد أن في هذه الفترة نشاهد توزيع أدوار في إيران، إلا أن الهدف واحد، بين في إيران لا يوجد إصلاحيين ومحافظين، جميع الطبقة الحاكمة تعود في النهاية إلى النظام القائم وإلى المرشد. نحن إن أردنا أن لا نتوقف عند تصريح بيزشكيان اليوم، يكفي أن نعود إلى تصريحه منذ أيام حين اعتبر أن الأمريكيين هم إخوة ولا ضير بالتواصل معهم، فهذا يسقط نظرية أن أمريكا الشيطان الأكبر التي ترددها الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ إنشائها ومنذ الثورة الإسلامية مع الإمام الخميني، والذي يردده أمين عام حزب الله. وحزب الله بالأمس كان نعيم قاسم نائب أمين العام يتهم أمريكا بالتواطؤ بأنها هي متورطة حتى أخمص قدميها بما يجري. لكن هل تترك طهران درة التاج حزب الله؟ طهران أبرز أدروعها في المنطقة؟ بالطبع لا تريد أن تخسر أي من الأوراق التي لديها، خصوصا كما وصفته حزب الله الفتى الولد المدلل، الفتى مدلل لديها، لأنه أنجح نموذج عن تصدير الثورة، وإيران استثمرت به منذ 42 عاما،
استثمرت بالمال، استثمرت بالتدريبات، استثمرت بالطرح الإيديولوجي. إلا أنه كل الأذرع هي في الأساس في خدمة حماية النظام القائم في إيران، وفي خدمة تمدده، وفي خدمة أعطائه المكاسب. إن وجد النظام الإيراني أن محاولة دعمه لأحد أذرعه سوف تكلفه أي اهتزاز في النظام، فأنا أتوقع أن لا مصلحة تعلو فوق مصلحة الحفاظ على هذا النظام. لكن واضح أن نتنياهو ماض في هذا التصعيد العسكري، وثمة تلميح بالقيام بعملية عسكرية برية. ماذا سيفعل نصر الله إزاء ذلك، خصوصا وأن هذا الأمر سيهدد وجوده في لبنان، نفوذه في لبنان على الأقل؟ إن نصر الله كان في مؤتمره الأخير كمن يستجدي عملية برية، لأن حزب الله يعتبر أن قوته العسكرية تقوم على حرب العصابات، على الجريلا، وأنه في نقطة أولى. نقطة ثانية، أن حزب الله كما في أي معركة من يكون في موقع الدفاع هو أقوى من يكون في موقع الهجوم. ثالثا، يستطيع حزب الله عبر الهجوم البري أن يكبد إسرائيل خسائر بشرية لا حول ولا قوة له بتكبيدها اليوم في الحرب الجوية. لذا أنا أستبعد أن نكون أمام اجتياح تقليدي كاجتياح العام 82 للبنان، أو حتى اجتياح العام 2006 أو 78. قد نشهد بعد انتهاء إسرائيل من تشفيف مواقع قوة حزب الله. لكن سيد جورج، عفوا على المقاطعة، إسرائيل تربط انتهاء هذه الحملة كما تسميها بضرورة أن يرضخ حزب الله ويوقف جبهة الإسناد، وهو ما نفاه حزب الله سابقا على الأقل في خطابه الأخير، لا يريد أن ينفذ القرار 1701. إذن ربما تقوم إسرائيل فعلا بالحملة العسكرية البرية. نعم، أنا لا أنفي إمكانية قيامها، ولكن أنا أشدد أن هذه الحملة لن تكون اجتياحا تقليديا. قد تقوم إسرائيل بإنزالات، قد تقوم باجتياحات محدودة، لأن بقائها في لبنان يكلفها الكثير، بينما اليوم تحقق أهدافها عبر تفوقها التكنولوجي، عبر تفوقها بالسلاح الجوي. فقط لنذكر بالأرقام، استطاعت إسرائيل خلال دقيقتين أو ثلاث أن تصيب أكثر من 3000 أو ربما 4000 قيادي وعنصر في حزب الله خلال تفجير آلات التواصل وأجهزة التواصل. هذا لا تستطيع تحقيقه خلال أيام وأسابيع من الاجتياح البري. جورج عقوري الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شكرا جزيلا. شكرا لك. في تطورات غزة، قتل 12 فلسطينيا وجرح آخرون في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منازل ومركبة مدنية في مناطق متفرقة من القطاع. وأفاد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة بانتشال جثامين 5 قتلى وأكثر من 10 جرحى بعد قصف مسيرة إسرائيلية منزلا لعائلة أبو حرب في منطقة النجار جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع. وأشار الجهاز في بيان إلى انتشال قتيلين وخمسة جرحى من جراء قصف منزل لعائلة أبو جربوع كذلك في منطقة التحلية بالشيخ ناصر وسط خان يونس. وذكرت مصادر طبية أن قتيلين وثلاث إصابات وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى نتيجة لاستهداف سيارة مدنية قرب مفترق المطاحن شرقي دير البلح وسط القطاع. وفي مخيم البريج قتل 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بالمخيم.
الآن معنا من غزة من أمام مستشفى شهداء الأقصى مراسلتنا شروق شاهين. شروق، مع اليوم الثاني للتصعيد الإسرائيلي على لبنان، كيف تبدو وتيرة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة؟ هل يمكن أن نقول بأن وتيرة القصف قد خفت مثلا؟ شروق؟ نعم ألاء، وتيرة القصف الإسرائيلي انخفضت في قطاع غزة مقارنة باليومين أو الأيام الأخيرة، حيث لكن هذا لا يعني أن القصف الإسرائيلي توقف على قطاع غزة. قطاع غزة ومناطق عدة داخل القطاع تعرضت لقصف إسرائيلي. أبرز هذه المناطق مدينة رفح في الساعات الأخيرة، كان هناك غارة إسرائيلية على حي الجنينة شرق مدينة رفح، ونقل جراء هذه الغارة شهيدين إلى المستشفيات الموجودة في مدينة خان يونس، إضافة إلى أنه تم انتشال 3 جثامين لشهداء تم استهدافهم يوم أمس في المنطقة الشمالية لمدينة رفح. أي أننا نتحدث عن 5 شهداء نقلوا من مدينة رفح إلى مستشفى غزة الأوروبي، وأيضا مستشفى ناصر الطبي الموجودة هذه المستشفيات في مدينة خان يونس. إضافة إلى أن المدينة تعرضت لقصف إسرائيلي، تركز هذا القصف على منازل للمواطنين في منطقة التحلية، كان هناك استهداف لمنزل يعود لعائلة أبو جرغون، وأيضا كان هناك استهداف لمنزل آخر في منطقة قيزان النجار الواقعة في الجنوب الشرقي لمدينة خان يونس. نقل من هذه المنازل عدد من الشهداء وأيضا الجرحى الذين ما يزالون داخل أروقة المستشفيات، ويقدم لهم الرعاية الطبية من قبل فرق الأطباء والممرضين الموجودين داخل المستشفيات. أيضا في المحافظة الوسطى لقطاع غزة كان هناك غارة إسرائيلية صباح اليوم على مجموعة من المواطنين في مخيم البريج وسط القطاع، ونقل جراء هذه الغارة 4 من الشهداء الفلسطينيين بينهم طفلين لا يتجاوز عمرهم 9 سنوات. نقل الشهداء إلى مستشفى العودة وأيضا مستشفى شهداء الأقصى التي أيضا استقبلت عدد من الجرحى مساء الأمس جراء استهداف مركبة في مدينة دير البلح. الغارات الإسرائيلية، جميع الغارات الإسرائيلية التي نفذت خلال 24 ساعة ماضية أدت إلى استشهاد 12 شهيدا بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية. أما بالنسبة لمدينة غزة وشمال القطاع، هذه المناطق لم تتعرض لقصف من سلاح الجو، لكن يتم رصد بين الحين والآخر قصف من المدفعية الإسرائيلية على حي الزيتون وأيضا على المناطق القريبة من حاجز نيتساريم، وهو الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه. ألاء، شروق شاهين مراسلتنا من قطاع غزة من أمام مستشفى شهداء الأقصى، شكرا جزيلا. وصلنا إلى ختام هذه التغطية الإخبارية، نودعكم مع هذه المشاهد التي توضح نزوح مئات العائلات من لبنان إلى سوريا عبر معبر المصنع. إذن هذه مشاهد خاصة لنزوح اللبنانيين إلى سوريا بعد الاستهداف العسكري الإسرائيلي في لبنان. على رأس الساعة يكمل التغطية زميل محمد دوبة، إلى اللقاء. تصور يا فريد.
شكرا يا فريد.